السلام عليكم. اليوم أنا حزين جدا وبعد أن سمعت هذا الخبر المؤلم بوفاة شخص أعتبره أصدق وأنزل وأعلم الناس وأعمقهم وأنبلهم، وهو صديق لم أتعرف عليه عن قرب إلا مرة واحدة تحت، لكنه ترك في أثرا كبيرا ليس بكلامه فقط وحواري معه القصير، ولكن أيضا بجهده الكبير المعرفي وقناته التي بث فيها جميع أفكاره وقال فيها ما لم يقله أحد بهذه الصورة الدقيقة والحقيقية والصادقة والبريئة، والتي لا توجد فيها نزعة تبشيرية، إنما فيها نزعة معرفية، فيها نزعة تحاول أن تستكشف حياتنا، تكشف واقع الإنسان، مأساة وجود الإنسان، ما هو الإنسان، ما هي المعرفة، كيف نعرف، ماذا نتعلم. هذه الأشياء كلها هذا الشخص يجب أن ونفسح له مكانا بأن يكون واحد من الناس المهمين في حياتنا ومن مصادر المعرفة الحقيقية التي لا تشوبها شائبة ولا شكوك في صدقها وحقيقة نواياه. هذا الرجل أنا كنت دائما أشك بأنه هو سيواصل الحياة، أو عندما أسمعه يتحدث كان من النزاهة والبراءة والجمال والعمق والصدق إلى الدرجة التي لا توصف في رقتها واستعدادها للتضحية بكل شيء من أجل أن تقول كل ما لديها بأكبر صورة صحيحة وقريبة إلى الصحة. هذا رجل كنت أخشى عليه دائما عندما أستمع له يتحدث، كنت أشعر بروحه وهي تتحدث وتنضح على لسانه. رجل جميل ورائع، استثنائي، مختلف، exceptional، يعني بجميع المواصفات هو شخص غير اعتيادي، وأنا أعتقد أن المستقبل سيفرز له مكانا مهما. أدعو الجميع إلى زيارة قناته والتعرف على جهده. أترك لكم رسالة الأخير وبعدها راح نأخذ فكرة عن قناته. تحت الإنترنت لفوت لعند جان وبعت له مسج على المسنجر، فبلاقي عشرات الرسائل اللي جايتني مخبرتني إنه جان توفى، اللي أنا كنت هلا بدي بعت له رسالة. سو يا جماعة، ممكن بكرة يكون دوري أو يكون دورك. بقد ما كان عمرك، أنا بعرف من أصدقائي ومن الناس اللي بعرفهم بحياتي شباب صغار 19 و20 و25 نام ثاني يوم ما فات. بتصير طبيعية، كلياتنا معرضين لهيدا الشيء. لا تظلموا حالك، إذا بتحب حدا قل له أنك بتحبه، إذا في كلمة بدك تقولها لحدا قل له ياها اليوم، إذا عندك شيء تفرح فيه حدا فرحه فيه اليوم، ممكن ما يكون في بكرة. هاي النقطة اللي لازم، أنا بتخيل لو جان هلأ كنا عم بتناقشه معه كان حيقلي بكل تأكيد، ولح يكون متمني إنه لحنا نتعلم هيدا الدرس الإضافي. جينات قاتلة أو جينات تريد الموت أو جينات تريد الاندثار. هذا مقطع من حلقة نشرها بعنوان علاقة الإنسان مع الموت. قطعا الجينات التي بقت، الجينات التي سيطرت، هي الجينات اللي كان عندها حب الحياة. أي طفرة جينية خلت الكائن الحي الغير مبالي للموت، فهيدا الشخص لح يموت وما عاد عنده offspring أو نسل، ما عاد عنده نسل بأنه هو ينجب منه. مش بس يعني، وأي شيء قريب للموت، يعني مثلا الخوف من الظلام، الخوف من المرتفعات، الخوف من الحشرات بالنسبة لنا مثلا. هيدي أمور هي غريزية. يعني تخيل أنت كائن ما كان عنده غير مبالي بموضوع المرتفعات وعم يمشي بمكان كتير وعر بجبل عالي وما فارق معه ولا عنده أي خوف، وبيوقع وبيموت هيدا الشخص. مين اللي نجا بالحياة واللي ما جازف هيدي المجازفة؟ لأنه خاف، فلحنا ورثنا منهم هيدي الحالة. فطبعا الخوف من الموت موجود عند كل الكائنات الحية، لكن حتى بعض الحيوانات موجود عندهم هيدا النوع من انه اذا توفى اخوه او والده او زوجته او كذا فهو لح يكون خايف وزعلان، لكن لح ينسى الموضوع بعد يوم او يومين، مش مثل البشر اللي حيظل متذكر موضوع كل حياته. هلا اللي فرق عنا لحنا كبشر طبعا انه انت لح تخاف، لح تزعل. اكيد الانسان البدائي اللي وصلان لهيدا الوعي اللي كنت عم بحكي عنه طبعا لح يزعل وقت بده يموت قريب له، او لح يصير فاجعه بقريب له. اكيد اكيد هذا الشيء طبيعي، وهذا الشيء ساهم اكثر بتعميق فكره
موضوع الروح، موضوع انه هو عايش في مكان اخر، انه انت حتشوفه بس لتموت كمان، هو موجود بمكان ثاني، عم يجيك بالحلم دائما وعم تحكي معه بالحلم، فهو اكيد موجود somewhere else في عالم اخر ما بعرف وينه عم بلتقي فيه بالحلم يعني. فهيدي كانت فكره كثير نمطيه منتشره بكثير ثقافات بنشوفها. اشوف هلا انا شو انا ما بدك رايي بالموضوع، انا شخص متقبل الموت لابعد الحدود، ويعني بعت لي موت اليوم لموت ما عندي مشكله، فانا شيلني على جنب من هيدا الموضوع. الحاله العامه اسماعيل، شوف انا مع موضوع تقبل فكره الموت وموضوع الحزن، انا برايي ان موضوعين منفصلين تماما. موضوع تقبل فكره الموت وموضوع الحزن هو موضوعين منفصلين. ان تكون واقعي وتعرف أن هناك موت، وتعرف أنه كل الناس حتموت اللي حواليك، كلياتنا بنعرف هيدا الشيء، هيدا أنك تكون واقعي، هيدا أنك تكون موضوعي. أما أنك تحزن أو ما تحزن هيدا موضوع آخر. أكيد من الطبيعي أنك أنت تحزن بس يفارقك حدا عزيز عليك. إذا سافر شخص عزيز عليك لح تحزن وأنت ما عاد تشوفه، مع أنه ممكن حتضل تتصل فيه على السكايب أو على التليفون، فما بالك بوقت هو حيتوفى وأنت ما تعرف انه ما عاد تحسن تحكي معه مره ثانيه او تشوفه مره ثانيه بحياتك ابدا. لمن لا يعرف، رجل الكهف هو شخص، طبعا هذا مو اسمه، هو غير اسمه رسميا وجعل ديفيد رجل الكهف، وهذه قناته بحدود الان هو عنده اخر لحظه هو 39 مشترك، وكان متخصص بالفلسفه ومتبحر في هذا المجال، وايضا في الفتره الاخيره سوى حلقات متكامله عن تاريخ الفلسفه العربيه، وعنده كتاب من المثقف، واشتغل شغل ممتاز وحلو. الآن شوفوا هاي عدة النقد الديني والثقافي، حلقة عن الأخلاق الشريعة، كيف ولماذا تغيرت مواقف الفلسفية، وجود الله بين معضلتي المعاناة والاختفاء، هاي أنا شفت الحلقة. أيضا عنده جريمة تلقين الأطفال، كيف تعيش سعيدا، عدة من أشهر الحلقات اللي قدمها، خلينا نشوف most popular، عنده ثنائي القطب، عنده حلقة، هو أيضا متخصص بقضايا النفسية. أنا شخصيا أعتقد بأنه هو من الشجاعة بحيث ومن الزهد والعفاف الأخلاقي والنفسي أنه ما عنده مشكلة في أن يتخلى عن هذه الحياة، وأعتقد بأنه هو ربما قرر بطريقة أو بأخرى التخلي عن هذه الحياة، وهو كثيرا ما لمح على هذا الموضوع سابقا. عدن الاختلافات بين العقول ومسبباتها، الإنسان الغرائزي، هذا بحلقة عن فيلسوف نيتشه، قصة الكون والوجود، العبثية والمعنى والحياة، الجزء الأول فلسفة من البدايات لغاية أرسطو، 25,000 مشاهدة، كيف تركت الإسلام، 26,000 مشاهدة، رأي رجل الكهف في العدمية، لماذا لا ينتقد ديفيد رجل الكهف الإسلام، وما هي علاقة الدين بالسياسة، لماذا نرى الفتاة الجميلة جميلة ولماذا هي مثيرة. عدة حلقات ممتازة عن الوضعية المنطقية كما أتذكر، وأيضا عن فيزجنشتاين وكتابة وضعية منطقية. بصراحة فيزجنشتاين كان بالنسبة لي باللغز حل كثير أو فك كثير من طلاسم فيزجنشتاين، هو ديفيد رجل كهف، قراب لغة الأصلية ولغة إنجليزية جيدة. وهنا أيضا عنده موضوع عن الفلسفة من أرسطو لغاية العصر الحالي، ومعتمد على كتاب اللي أخذ عليه برتراند راسل النوبل، هذا أعتقد أنصح بمشاهدته. المهم الرجل رجل كبير ونظيف وصحيح، غريب الأطوار يبدو، لكنه هو من النزاهة والجمال والبراءة والدعاء والخلق والكياسة والأدب، ما لا يجوز أن أمدحه أكثر من هذا، إنما ستكتشفون هذا بنفسكم.